الشوربه زي اي حاجه تانية في الدنيا. استنى بقى، مسخنه مش مسخنه؟ مسخنه والله. مسخنه بس هو غلس. انا بقى الشوربه بتاعتي، انا لسان عصفور ده عند الحاجه ام مفيده بايت من امبارح، هي موجود عندنا، فهي بقى علشان خاطر تحسسنا ان هي عملت حاجه جديده فبتعمل ايه، تحط حبه زبده، حبه اهو. لا لا هي عايزه زيت عليها. ممكن، و بتسيحها شويه كده عقبال ما هو يجيب اتعلم يا ابني اتعلم. بنتعلم اهو. اتعلم بس كفايه. حاضر. بعد كده بصل هي، وبعدين بنحط الكريمه معاه. على فكره هي حاجه بسيطه، انا هي ما بتش هي امي ما بتستعملش النشا كتير، يعني هي مش عايزه تربطها، هي بتاخد شعره زي ما انا عملت كده بس كده. شوف ما بنعملهاش بالمشروم فانا بعتذر، لكن الشوربه اهي كده. شفت يا شيف؟ لا شفت بس مش ما حطيتيش المشروم؟ لا ما حطيتش بتاعت امي، هحط لها مشروم ازاي واحنا ما بناكلهاش بمشروم؟ استنى عشان انا عيطت بقى لما ايه. حاضر 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 حاضر. انا حطيت زبده ولسان العصفور حطيته اهو، بياخد مع بعض. هحط ملح كمان شويه، وادي الشوربه اهي كده تدقدق مع بعض، وبقت الشوربه بتاعت الست ام مفيده، هنغرفها لما نخلص. الحلو اللي انا هعمله النهارده عباره على كالاتي. انا الحلو تراب الملوك. تراب الملوك جاي من اسمه ايه؟ بسكوت، اي بسكوت بتضربوه او تفرفتوه تحطوه وتطحنوه تحطوه فيه. موضوع بسيط جدا، يعني عايز اقول لكم ان هو افتكاسه يعني. طب جه منين الاسم يعني؟ تراب الملوك؟ اه هو تقريبا حاجة ليها علاقة. صوابع زينب، رموش الست. ايوه احنا تقليديين يا عم. بلح موجود في كل بيت. اوكي. اهو. انا من رأيي انك توطي على الشوربة شوية عشان. ها عرفت الفازوره ولا لا؟ لا ما عرفتهاش. الساعه يا عباس. يا مفيدة. مفيده يا مفيده. تقريبا هاخد. كان في فوازير مع شيف شربيني؟ لا يعني هو ما حضرش المهازل دي يعني. ما كانش فيه، بس يعني احنا كنا الفوازير. ايه رايك؟ تحفه. كل اللي ناقصه ان انا هقوم اي شوكولاته، عندكم شوكولاته، اي نسكافيه يعني، اي قهوه كده. ممكن يتحط عليها بن، اي بسكوت يعني بالشوكولاته، قهوه معموله اسبريسو مثلا سايله ولا لازم اي حاجه بالبسكوت يعني، بس تبقى اهي بالهنا والشفا.